عسلامة. 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 عسلامة، مرحبا بك. ايش تعملوا في شارع حبيب بورقيبة اليوم؟ والله يا بطنا كيك نحوس اليوم ما قريناش، بطنا نعملوا في دور. فاصعين ولا ما تقراوش؟ لا ما نقراوش. لا ما قلت لك قاعد نقرا على روحي ونحب ننجح. وانت؟ انا ماشي تو ندوه. كلمت امي وسيا شيبان. في بالها بيك. شيبان باي. قداش عمراتكم الساعة؟ انا 18 سنة. انا 19. قلتوا لي تقراوا، اكيد عندكم طموح. اي برشا عندهم طموحات يعني في حياتهم. وانت زيد طموح؟ انا نمشي شوت حاكم. علاش اخترتوا الامن؟ امن معناها نحسوا معناها ذي الحاجه معناها باش تلقى فيها معناها الاستقرار نتاعك معناها نهار اخر. معناها انتم من الشباب اللي يحب خدمه مسمار في حيط. هكاك صحيح، خدمه مسمار في حيط. طموح ما اكبر؟ والله كوش نعمل فورماسيون بعد الباك هكاك. انا كمل تقرا بعد الباك معناها نورمال. اي نكمل نقرا بعد الباك ان شاء الله. شنو تحب تعمل بعد الباك؟ والله انا ماذا بيا ناخذ الباك ونقدم يعني في الحاكم ماك عودي، وانا كان ان شاء الله ربي تختار فيه ولا اي حاجه ان شاء الله. انا نكمل الباك. كلكم تكملوا الباك؟ فورماسيون. طبيب؟ طبيب. كنت نخمم في طبيب وبعد كده. كي كنت صغير شنو كنت تحب تطلع؟ والله كنت نحب نطلع بيلوت. وعلاش ما؟ والله غالب ما مشاش معايا القرايه وليت نقلت شيت. مازلت تقرا؟ مازلت باش تمشي معاك؟ تنجم تمشي معاك؟ سيت ناس تمشي معايا ان شاء الله. ما تو انا قاعد عندك فرصه، انت فرصه كبيره برشا باش تكمل في حلمك هذايا. اي والله ان شاء الله نحب نكمل انا معناها في الحلم نتاعي. شلش معناها تحب تطلع بيلوت؟ اقرا. والله ان شاء الله ان شاء الله، كان عند ربي مش بعيد معناها. خاطر معناها انت مازلت تقرا مش سي بون كملت و... اي نعم. انا كنت حبيت نطلع طبيب. علاش؟ خاطر نحب الحيوانات في تيني. تحب برشا الحيوانات؟ من بعدك شفت تونس وكل شيء قلت انا ما فيه حتى شيء. اكيد عندك حيوان في الدار. عندي قطاطس. يعشق والله. عندي سبع. قديش من قطوس؟ سبع قطاطس. داركم ما قالولكش ليه ما تربيش سبعه؟ بالعكس امي تحبهم والد. كانت ما تحبش القطاطس ملي ربيتهم انا ولد تحبهم ومعناها تاع كبير تعاون فيا في تربيتهم. انت من نوعك اللي يسخفك هكا قطوس في الشارع تزول الدار؟ مش هكاك، كي يبدا يسخفني نشيله حاجه نخليه الباي اما ما نهزوش معايا. والقطاطس اللي عندك معناها لقيتهم في الشارع وهزيتهم تربي فيهم ولا كيفاش؟ واحدة جابتها أم تابت. عندي أم جابت الأولاد وليت نربي فيهم هم اللي تجيب لي فيهم لوح ثلاثة نخلي زوز نعطي زوز نبيعهم وكذا. تبدا قطوسة تجيب لك برشا صغار. شنو تعمل لهم؟ نعطيهم في أولاد حومتي يا نبيع. ما طيش؟ لا تطيش لا. يعطيك الصحة. أمي طيش تتعاكت معاه البارح بك واحد معناها من البعيد كنت في البلاد. واحد هناك قطوس الطايشة تعاملت معاه عاك وجبت. توا نرجعوا للطموح نتاعكم. تشوفوا مغلب الشباب انه طموحه يخرج معناها يهاجر، انتم ماكمش منهم. اي والله لا صحيح، توا معناها اغلب الشباب يحب يرمي روحه في البحر معناها فلوكه وفلوكه ومية معناها شوف يوصل وشوف لا معناها 100% حياته في خطر معناها صعيب برشا معناها باش يخرج غاد. كو واحد معناها كان يحب يخرج فيزا وجو باهي معناها. كان واحد يحب يخرج معناها يعمل فيزا وجابوا بيه وباسبور ويخرج على روحه علاش لا. اش قولك في معناها اش قولك فيهم انتي الاولاد اللي يحبوا يحرقوا؟ والله صحيح هي الحرقه معناها باهيه في حاجات وخايبه في حاجات. معناها كان ينجم يحرق معناها البر ينجم يعمل يلقى معناها مشروع خدمه معناها باش يخدم والكل. وخايبه معناها في حاجات كيفاش معناها بحر وبحر وفلوكه وواحد معناها فخطر معناها في حياته. كهو. وانت شنو رايك؟ انا لا الحرقه خايبه عندي يعني. ما نحبش نحرق خاطر بعد نجم نموتوا في المية في البحر. انت نعمل باسبور بفلوس اللي يبي نوب بعدك نمشي. ساعات اللي يخاف نجي هكا ولا ايه؟ اي اللي يخاف نجي بالراس. واحد اش لازم معناها يمشي للخطر بيدو هكا قاعد في الدار ام وبوه بحذاهم ما خير باكت الام غاليه معناها برشا. ولا برشا. معناها يشوي قلب ام وباي وما عندهم ما يربح في الاخر ياكلوا الماء وما عندهم ما يربح. بخلاف انه تراو انه معناها الحرقه ما عادش كيما قبل معناها اوكي فما اللي حرقوا وصلوا عملوا كل شيء توا ما عاد صابت شوي. ما عاد صابت شوي حاكم توا ولا معناها شاد برشا وقبل معناها كانت خرجه سهله فيسع معناها يوصلوا ما بخلاف انه ممنوع. اي ممنوع بالرسم. تو واحد يوصل لايطاليا في ساعتين ولا في ثلاث سوايع يرجعوا الحاكم في دقيقه في ساعه في ساعه في ساعه يرجعوا. يشدوا يرجعوا في ساعة في ساعتين. زاد يعدي حياته كاملة لما في حق حرقة ويحرق في 20 ساعة ويرجعوا لتونس في ساعة عاد. معناها يوصل غاديك عادوا يرابطوا ويشد الحبس. يشد الحبس. البلاد هذه تتأقلم معاها معناها لازم
لازمك سيب في حاجات وقوي في حاجات. انتم كشباب عمركم بين 18 و19 سنه، تحسوا بالتفاؤل ولا لا؟ والله انا يعني نحس بالتفاؤل. في بلادك؟ وما نتفائل. تحس انه الوضع هكا باش يتحسن؟ اكيد شي نهار. انه عندك مستقبل في البلاد؟ اي والله ان شاء الله ان شاء الله. اكيد حتى انا كيف متفائل ديما قوف. هذه حاجه باهية، عندي برشا مريض شباب متفائل. لا لا عجبك فيه ديما متفائل. حتى ديما يقولوا لي انت تضحك معناها السبيعه اللي يغزر معناها تفائل. المعروف على الشباب انتم من عام 2000 وحاجه هكا. اي 2003. 2003 وانت؟ 2002. فهمت ديما يقولوا الشباب عرفت على جيل نار. ليه ليش نار؟ كل وقت وقته معناها. اما تسمعهم يحكيوا على جيلكم هكا هكا؟ جيلنا معناها يقول مش متربي مش معناها. علاش؟ والله العقليه ذي عند رجال كبار راه انا ما فهمتش. معناها يعني ري واحد معناها متعدي على روحه في الشارع ما فهمتش يبقى نبر عليه وبيه وعليه معناها ما يعرفش على على وراه شنيا معناها اللي وراه معناها شنيا حياته كيفاش. والله ما غالب ربي يهديهم وكاو ان شاء الله ربي. يقولوا عليكم اللي يحكيوا عليكم جيل حاسين مش نورمال. اي جيل فاسد وعمر ما حبيتش نقول انا جيل شنو هو صحيح. ثم شكون يشرب تلقاه ويزطل كل شيء، ثم عباد تلقاهم امهم ربيتهم كل شيء وحبك يبعدوا على المشاكل كل شيء. الوسط المدرسي اللي انتم معناها في وسطه توا فيه الحكايات هذم ولا لا؟ لا قليل حتى كان فيه. لا غاديك المدير معناها نتاعنا معنا كل شيء معناها كابس انت يا ملائق يقول لك احجام بها تدخل ما غير شاكة حتى شيء. حتى الشاكة انا كنا هذيا نلبسها الباي ندخل يو ونحها ممنوع علي. النظام هذا عجبكم ولا لا؟ والله عجبني صحيح عجبني. حتى المدير هذا مش خايف منه. اي عجبني. من الحكايات هذوما في الشارع من عبيد في عمركم؟ اي في عمرنا معناها ثم برشا شباب تو تراه معناها طايش في الكياسات الكل معناها لا خدمه ولا حد شيء. تسال يقول لك علاش ما قريتش وعلاش ما خدمتش معناها يقول لك في تونس ما توصل حد شيء معناها. يعني جات فرصه هكايا انه لطف عليكم تدخلوا في طريق خايب معناها وما دخلتولوش؟ لا انا صحيح معناها كنت في طريق خايب دخانه كهو روناي لا حاجات اخرين لا. ونحيتوا توا ولا؟ توا نحيتوا وجاو بيه. دخلت نتريانا معناها عندي 4 سنين نتريانا وجاو بيه. وانت؟ لا طريق هكايا خفت كنت باش تدخل وسطرك ربي؟ انا دخلت له بعدك سما واحد كي خويا صاحبي. شنو هو الطريق اللي دخلت؟ لا مش دخلت فيه انتبه في عباد معناها مش اي نروح في السعوة اي نغيب واي نهبط لتونس هاي نمشي نبح وديم. يدخل من حاسبك يا خويا قال لي نبي نفك عليك وشي سمعت كلامه وبعدك يبح. اما ما زلت نتكيف المشكلة هذيك هي لتو. انت صغير تنجم تنحيه؟ حتى الكبير ينجم راه. صحتك. انا نحب النحيه. هاك النحيه. قداش تتكيف؟ منها ساعات نص سبعة ثمانية. والله نصحته تو يقرأ معايا لو فرد كلاس نصحته قداش مرة برشا ثمانية يا ملا تو هاوس كيف اليوم من هاي كامل متكيف كذا سيجار واحد وقلت أنا بتمنى ونسمى من هاي خممت فيه نحيته نحيته ومن غدا وليت على حسابي واحد يكلمني نتعاكى معاه. نتذكر اللي التدخين قاتل بلي بيا يعني وين نقوا عليه. ثم عرفتك حكاية الطبيب اللي ينصح فيه واحد قال له التدخين قاتل مات الطبيب وهو قاعد حي. والله بالرد. اما ما يمنعش انه التدخين مضر بالصحة. اي ليه هذه حاجة معناها معروف بها التدخين مضر بالصحة. انتوما كشباب باش تنصحوا اللي في عمركم واللي داخلين في طريق خايب؟ والله في عمرنا تو سيب باش تنصحهم معناها. انت في عمرهم انصحهم خاطرك انت نشوف تبارك الله عليكم معناها ولاد عائلة. اي ليه ربي يستر ولاد عائلة الحمد لله. من نصحهم معناها باش يبعدوا على الفساد ويشوف معناها كان ثم حاجة يخدم في خدمة ويبعد عليه نحاليه الشيء الزايد وكا الشيء الزايد الكل وكا.